أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يس إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل ادخل الجنة قال يا ليت
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم.